شايفتك حايسة ناطرة حدا؟ أنا؟ بصراحة؟ أنا هيدا أنت؟ ميرسي سافا؟ سافا إيه مينا؟ ما قلتي لي مين ناطرة؟ مديرة المدرسة مديرة المدرسة؟ خير شوفي؟ يعني إنه شو المانع؟ إنه ما بيسوى أعزمها لعنا يعني؟ لا ما في مانع، بس لما مديرة المدرسة تجي لعندك على البيت أكيد عملتلك شي عاملة. بصراحة؟ شو بحكي؟ أصلاً أنا حاسة من وقت ما فاتت عم بتخطط لشي. بصراحة؟ أنا عزمتها تجي لعنا عشان بدها عروسة لبابا. شو؟ شو صار لكم يا عمي؟ شو بكون؟ أنت مين وكلك جيبي عروسة لبابا؟ أنا هون شو عم بعمل؟ وليش أنت؟ ليش أنت بدك تزوجي للبابا؟ باردون، ما كنت عارفة إنه أنا كمان بنته لبابا. أنا عزمت رفيقتي ورح تجي هلا تتعرف على بابا. هلا؟ شو بدنا نعمل بهودي الاثنين الجايين؟ أنت صدقت ثلاثتهم؟ شو؟ أنت كمان عازمة حدا؟ أنا اللي ما لازم أعزم حدا؟ أنا أطول صغيرة بالبيت تتنقطعوا فيي. أنت أصلا مش مفروض تتدخلي. أصلا لا أنت ولا هي بتتدخلي. أنا اللي بدي أتدخل. لا أنا مثلك مين ولا بدي أتدخل. الو ايه بابا وينك؟ بس باي. شو صار؟ وينو البابا؟ اكلنا الضرب. ولك شو في ولك يا ليلى؟ وينو البابا؟ رحوه بالضيعه ومش نازل لبكره عشيه. هودي الثلاثه جايين وين بدنا نحطهم؟ هذا اللي بيتصرف من دون ما يستشير حدا. ايه صحيح، ليش انا اللي لازم استشير يعني؟ ايه ليش انت ما بتستشيرينا؟ لا انت ولا هي بتعرف تتصرفوا. انت اخر وحده لازم تحكي. لك لا انت ولا هي عامل لك انا اللي صحيح. انا اللي بدي استشير. بدك بدك مش بالبيت. شو رأيكم إذا منعزمهم هيك يقضوا نهار عنا ومنختبرهم كل وحدة على طبيعتها؟
ونحن بنكون لجنة الحكم. وباخر النهار بنختار الوحدة بكل موضوعية بدون زعل ولا حيادية. واللي بنختارها بنعطيه عروسنا لبابا. شو؟ يا شو حلو! يعني مثل مسيني بس! يا فكرة كثير حلوة! فكرة مش بطالة. ديل؟ ديل. طناجير معنا هون؟ لك ما بعرف استعمل الا الغراض المطبخ تبعولي. طيب يلا فوتي فوتي. يا اهلا يا اهلا. شو جايبه معك؟ شوية مراجع يعني بتعرفي، خلينا نكون جاهزين. بعدين هيدا فيولون، الموسيقى غذاء الروح. هدي معي. هيدا علم الاجتماع، وهيدا اسرار الزواج الناجح، وهيدا كيف تحصلي عليه وتحافظي عليه. اوكي تفضلي. ما بيعرف يطبخوا. يطبخوا؟ كبر عقلك يا عمي، جاد طبول ما بيعرفوا يعملوا. لكن في عندي امل. حبيبتي الرجال بس يشم ريحة الاكل ما بقى يشوف شيء قدامه. مبروك. شو رايك شريف؟ ولو لو معذبين حالهم وجايين. شفتي شعرها لمامها؟ والبارفان تبع روبا؟ ما كنت عارفه انه فالنتينو نزل بارفان جديد على الدجاج بالكاري. حبيبتي الرجال وقت يشوف ست حلوة ما بيعود شايف شي تاني قدامه. محسومة. مبروك شريف. شو رأيك؟ ولو فاضيين فاضيين ما في شي من جوا. يعني أنا ما بعرف إنه البابا كيف بده يظهر معه. البابا بتهمه المظاهر، لو بتشوفي ما عارفه. فهمت عليكي، مثل ما عارفه، رئيسة لجنة الامتحانات الرسمية، وعندك مدير التعليم الثانوي، وعندك كمان منسق أسئلة الشهادات الثانوية. أيوه خلينا ندرس خلينا ندرس. يعني؟ يعني رجال بس تتحدي المرة فكرياً، إيه ما بيعود إيش قدامه. محسومة مبروك. تليفون مين ده؟ اه والله سكر وما عرفت مين. ما بعرف مين.
عمي هل بتعرف تطبخ؟ ايه باردون. طيبين لك هالباستا ليك ليك صحتين خلينا ندوق حساس ياك يلا رح نزجي بالدكتور ما تعطي الهم ما تعطي الهم بيعطيكي برسيت زمان بيمشي الحال شو الزواج بالنسبة لك؟ بونسوار